شكرا لزميل عزيز سرك العجمة، شكرا لكباتنا الأعزاء في الاستديو وأيضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم التاريخي، في هذا اليوم الكبير الذي نشاهده في الرياض هنا على مسرح الأحداث الكبيرة، استاد الملك فهد الدولي الممتلئ بالمشجعين اليوم في الرياض التي تعيش فترة رائعة جدا وأصبحت وجهة مفضلة لأهم الأحداث الرياضية. نحن وإياكم في هذه الصورة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، مع رئيس أيضا نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، الحاضرين في هذه المباراة الكبيرة بطبيعة الحال من أجل أن نشاهد وإياكم حدثا فريدا للغاية ويوما كبيرا للغاية، نجوم النصر والهلال أمام نجوم باريس سان جيرمان في هذه الأمسية الكروية الكبيرة التي نأمل أن تشهد حدثا أو مباراة ممتعة، وبالتأكيد كل الأنظار على أبرز نجوم العالم في هذا اللقاء بين كريستيانو رونالدو الضيف الجديد للدوري السعودي أمام ميسي في المواجهة التاريخية لأكثر من 15 سنة من التنافس بين الكبيرين الليلة. لكن التغطية من جانب راموس إلى رويس، نصر والهلال في كرة بينية، ماريجا على جهة اليسار، محاولة لمصلحة بي اس جي، تحرك الجانبي ليو، يصل كرة ليو، والتمهيد والصناعة، التحرك معلم، النهاية معلم، التاريخ يكتب هنا في الرياض. ليونيل ميسي يسجل بجهة اليمين بكرة عرضية نحو نيمار، امبابي، نيمار، 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 مصري، يصل الكرة بعرضية داخل المنطقة لكنها أقرب، كريستيانو رونالدو بكرة، يا إلهي فيات كيلور معاني كريستيانو، هي ليست إلا البدايات. كان بصاتي لويس كوستافو تسديده لكنها بعيدة، ومبابي بتمريرة خطيرة وفرصة، برافو خيبري تدخل خطير للغاية، مبابي أمام التغطية، برافو خيبري، كريستيانو رونالدو، رونالدو حلوة 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 حلوة، كريستيانو بمهارته عدى رونالدو هنا يا جماعة، كريستيانو بتمريرة لويس كوستافو رونالدو، كوستافو كرة سنوات عديدة في مختلف البطولات محليا أو قاريا تنفيذ هذه الكرة، بيتي عرضية لكنها مرت من الجميع، نيمار يا نيمار، ميسي مع نيمار، نيمار يحاول لكن في الدوري السعودي في دوري روشن حلول للبي اس جي، الوان تو حلوة، ومبابي بتمريرة عدت أمام نيمار، يا الله يا ساس، حلوة حلوة اللقطات، تصل باتجاه رونالدو لكن التغطية باتجاه ماريجا، تغطية وتدخل لا زالت بكرة عرضية وصافرة من جانب ترفيه، وأيضا مبابي حاول يمر، مبابي بتمريرة أمامية بس فيها كورة، فيها فرجة، فيها إثارة، فيها تسلل يا كيليان، فرحة لم تكتمل يا مبابي، كريستيانو الكرة عرضية براس خطيرة لكن عدت، يا الله ركلة جزاء، نعم نعم ركلة جزاء لرونالدو الصافرة من الحكم، بالسلامة إن شاء الله كريستيانو أمام حارس كبير بخبرة كيلور، ناباس وكريستيانو والفرصة لإدراك التعادل، ترقب، انتظار، وقوف، اهتمام، عيون، رونالدو، رونالدو رونالدو، مين اللي كان يتحدى؟ وين اللي كان؟
يحتفل في هذه الأمسية. لا يمكن أن يمر هكذا مرور الكبار، مرور الكرام بدون ترك بصمة، هي بصمة الكبار. ممتع، هذه كرة خطيرة لكن التغطية أبراهيم بلي. سالم مر، سالم مر، تغطية، تدخل، خطأ وطرد في هذه الأثناء. نعم 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 نعم، طرد طرد، نعم، بطاقة حمراء لبنات. الكرة العرضية خطيرة، جميلة، فاتنة، ساحرة، سمها ما شئت. ونيمار تبويه، ونيمار مر، وصافرة من الحكم، وجود ضربة مرمى. نيمار والعويس، نيمار والعويس، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كبير يا محمد، برافو يا محمد. بتيب مارتينيز خطأ لمساعدين، رونالدو حطها لكنها في الجدار، والثانية في الجدار. عبد الحميد بكرة عرضية بالرأس، بعد أن خاض أربع مباريات ضد بي إس جي ولا هزيمة لصاروخ ماديرا. الضربة التي تلقاها رونالدو من كيلور مارتينيز بالرأس، حلوة، وكل اللقطة بتسديدة قوية لكنها فيها النماس. سحر عندك يا تاليسكا، قوية لكن عالية، حلوة يا ولد. الفوز المرة أولى بالشامبيونز ليج، تسديدة حلوة، والعويس كان أروع، لقطة في منتهى الروعة، جميلة من كيلور. ما بيبحث عن الكرة العرضية، خطيرة عنده، حلوة، وكرة راموس، والثالث، الثالث للبي إس جي، راموس يا جماعة، كان الهدف الثالث بروعة كبيرة. كيليان مبابي فعل كل شيء. راموس، والله اشتقنا لأيامك يا سيرخيو، والله اشتقنا ليالينك يا راموس، والله اشتقنا أهدافك يا راموس، والله اشتقنا لأهدافك يا سيرخيو. بيتي وراسية بروعة كبيرة من جانب ينصوب. ليلة كبيرة، من قال أنها ودية؟ من قال أنها ودية؟ إياكم أن يكذبوا عليكم، ليلة تحدي مليئة بالإثارة، فيها بطاقة حمراء وركلة جزاء، فيها ستة أهداف ومتعة كبيرة، فيها جانج يسجل. مبابي والعويس، مبابي الفتى المدلل، القائد، النجم، الموهبة، السحر، الأهداف، الكثير من الأشياء تحطها مع بعض، تركبها مع بعض، يجينك مبابي. هذه القيمة الفنية العالية، الرابعة لبي إس جي من علامة الجزاء. على يسار محمد العويس، سجل مبابي أول أهدافه في هذه. أكثر من لاعب، تسديدة من تاليسكا خطيرة لكنها في الدوناروما، في الدوناروما. كاريو، تسديدة، يا الله، خطيرة يا كريم، قريبة يا كريم. داخل منطقة الجزاء، وكرة عرضية لكنها صعبة، خطير جدا داخل منطقة الجزاء، وفرصة، وهدف خامس، خلص على المباراة. تيكيتيب، هدف خامس في هذه الأثناء. إيكي يسجل هدف الخامس، ورد فعل مبابي. ليو بعد هدف خامس بهجمة مرتدة، خماسية لبي إس جي، هدف ثامن في هذه المباراة الممتعة.
شوف التمريرة وبعد ذلك الانفراد وفي الأخير بعد الملك فهد الدولي تاليسكا حطها تمريرة وبريرا لكن عالي ابحث عن التمريرة تاليسكا نجعي قوية وحلوة لكن عالية حلوة من جانب سامي حلوة يا سامي خلاص لقطة الختام في هذا الكرنفال تاليسكا والهلال مقابل 5 أهداف لبي اس جي في هذا الكرنفال الرائع.